السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة تكونوا بخير وبصحة وسعادة وراحة بال. النهارده الجو حر حر حر، النهارده الصيف ابتدى خلاص، يعني بيظهر لنا ان انا خلاص على الابواب. بس قبل ما نقول هنعمل ايه النهارده، اللي ما شاركش في قناتي يشترك ويشجعوني ان شاء الله. بصوا بطايات رمضان كمان، ايه بصي دي اللي انا جايباها. امتى اول اسبوع؟ فين اول اسبوع؟ فين؟ في رجب، احنا في شعبان. بص البط عامل ازاي، بص البط عامل ازاي. البط ما كملش لسه شهر ونص، بص الشهر، بص البط عامل ازاي. قبل بقى ما نقول هنعمل ايه، هنعمل وصفه النهارده جباره. بس قبل ما هذبح لكم البط ده قبل دخله رمضان، هوزن لكم البط وهوريكم الوصف البط وصل لحد فيه. اهم حاجه ان انت ما تنسيش الخضره وما تنسيش البصل، لان تغيير الجو دوت بيأثر على الطيور، من سقعة الحر، الحر لسقعة دي بتأثر على الطيور، وعايزين نحافظ بقى على طيورنا. والجو على فكرة لما بيحرر شوية برضو بيبقى ليه مزايا وليه عيوب. بس اتمنى بقى ان انتوا تتابعوا فيديوهاتي وتعملوا الوصفات اللي انا اقول لكم عليها باذن الله. فاكرين البطايه اللي انتوا كنتوا بتسالوني عليها وبتقولوا لي مراقبه ما اعرفش ايه؟ بصوا اهي هي دي، بصوا ما بقتش مراقبه ازاي لما البط يا جماعه، هي دي شفتوها اهي، بتقول لكم انا اهو. في بط ساعات بيجي بعوب خلقي كده، ف بيبقى صغير، لما بيجي يكبر شويه لا بتحسي انها اتظبطت معاكي. يلا بقى نشوف النهارده هنعمل وصفه هايله 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 للبط الصغير دوت. راح فين جوله؟ بصوا بقى البط الصغير بتاعي ده لسه النهارده كده هنقفل الاسبوع، هعمل لهم بقى وصفه تحفه، وصفه من الاخر. يلا تابعوني ونشوف وصفتنا النهارده. قررت بقى النهارده اعمل لهم وصفه جباره، وصفه من الاخر، ولا علف ولا كلام فارغ بقى من ده. النهارده خلصنا اخر يوم في السابع، النهارده اليوم السابع. طب يا بت يا بطه ده لسه ما فاتش العشر ايام. هقول لك يا اختي ما تعوديه، وهياكلوا وهيتبسطوا وهيبقوا زي الفل. هو البط هيقول لك لا، هو الجعان بيقول لا. هو انت لما يكون ابنك الصغير جعان وتحط له اكل ويتمرد عليه، مش بتقول له هو ده موجود؟ بيقوم غصب عنه بياكل. انا هعمل لهم وصفه النهارده تحفه. ايه يا بت يا بطه الوصفه الجباره اللي عايزه تعمليها؟ وخلي بالك الوصفه دي هتعمل تحويل رهيب جدا للطيور بتاعتك، وهتكبرهم لك بسرعه وقبل اوانهم لو استمريتي على الوصفه دي. يعني بصي اعمليها زي ما انت عايزه، بس استمر على الوصفات اللي انا بقول لك عليها وهتدعي لي. وبعدين استثني بقى العلف، بقى عمالين يقولوا العلف رخص، العلف رخص. لا العلف يا اختي بيرخص ولا حاجه والله، بنجيبه زي ما هو. طب انا اجيبه ليه بقى؟ بسال عليه يقول لك العلف رخص، اروح اسال عليه واقول يا بت ماشي زي بعضه، ما لاقيهوش رخص، اقول اسال الراجل ما يردش عليا. خلاص بقى والله ايه، احنا هنعمل البديل بتاعنا. انا ايه يا بت يا بطه اللي عاملاه النهارده ده؟ ايه يا بت يا بطه ده؟ ده كركم، والكركم حاجه اساسيه لازم تحطيها. جيتي منين انت؟ لازم تحطيها للطيور بتاعتك. طيب الشعير، والشعير اساسي جدا للطيور، انا بحطه دلوقتي للطيور بدل العلف، وحاطه رده. طيب ايه الابيض ده يا بت يا بطه؟ ده نشا، يبقى انا حاطه نشا على على شعير، على رده، على الكركم. الكركم والنشا والشعير من الحاجات يا جماعه المهمه جدا اللي انت تحطيها للطيور بتاعتك. الشعير مغذي جدا للطيور وبيحطوه للمواشي، مش هنحطه للبط اهي. والرده طبعا انت ما عندكيش عيش فهتحطي رده. انا كده حط النشا، طبعا انتوا عارفين ان ديت من الحاجات الاساسيه اللي احنا بنحطها للطيور بتاعتنا لانها مغذيه جدا. هو كده بس يا بت يا بطه الصداع اللي انت هتعمليه اهو. لا وكمان بقى حبه الخميره، والخميره يا جماعه من الحاجات المهمه جدا للطيور لانها مغذيه جدا جدا، وبتفتح نفس الطير على الاكل، ومقوية لجهاز المناعة، والمضاد الحيوي والكركم اللي انا حطيته حاجة اساسية. هو كده بس يا بت يا بطة. لا 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 بصي لده، ايه ده 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 ايه العسل 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 يا جماعة، الطاقة يا جماعة، الفيتامين يا جماعة، الحيوية يا جماعة، الحاجة المغذية.
ده البديل العارف. على فيه يا شيخه الوصفه اللي انا عاملاها دي وصفه جباره. اعمليها للطيور، اعمليها للكتاكيت، اعملي لو عايزه تحطي الوصفه دي للكتاكيت. هقول لك على فكره حلوه قوي، اطحني الشعير. انا بطحن الشعير واحطه للسمان، لان السمان مش هينفع ياكله كده، لكن للبط مش هطحنه. عايزه تعملي الوصفه دي اعمليها للكتاكيت بتاعتك، اطحني الشعير، اطحني الشعير، اوعي تنسي. دي بقى ايه يا بنتي يا بطه؟ دي راس توم، راس توم عليها بصلايه، عليها بصلايه، عليها معلقه لبن بودرة. انا بجيب اللبن السايب يا بنتي يا بطة وتحطيه، ما تشتريش لبن نيدو، وتقلبي الخلطة الجبارة دي وتحطيها للطيور بتاعتك. ادي بقى حبة العسل دول كمان عشان الخسارة يا اختي. الوصفة دي يا جماعة وصفة تحفة. في ناس بتسأل هحط ايه للفراخ البيضة؟ على فكرة جربي الوصفة دي وقوليلي رد الفعل عندك ايه، عملت ايه للطيور بتاعتك. الوصفة دي وصفة هايلة جدا للطيور. هتحطي العسل على الشعير وعلى الردة ومعلقة الكركم ومعلقة النشا، وتحطي عليهم البصلاية والتومة ومعلقة لبن بودرة، وكله كله كله تخلطيه مع بعض. وأهم حاجة يا جماعة البصل والتوم اليومين دولت، لأن تغيير الجو للأسف مش في صالحهم، خلوا بالكم. والوصفة دي وصفة هايلة، استغني عن العلف، ما تحطيش علف للطيور بتاعتك. الوصفة دي تحفة تحفة تحفة. اتمنى من الله ان انتوا تعملوا الوصفات بتاعتي. الوصفه دي تحفه جدا، لما تحطي الشعير على الرده وتحطي معاهم معلقه الكركم ومعلقه النشا ومعلقه اللبن البودره، وتحطي البصلايه والتوميه، دي هتعمل لك تحويل رهيب جدا للطيور بتاعتك. واوعي تنسي الخميره، لان يا جماعه الخميره دي من الحاجات الاساسيه اللي تحطيها للطيور بتاعتك، ورخيصه ومش مكلفه. كل ده تعمليه للطيور هيعوضك عن العلف وهيغذيهم بسرعه. واللي عايز يكبر طيوره قبل اوانها يشوف فيديوهاتي، وباذن الله يدعيلي وهنعمل وصفات هايله جدا ومغذيه للطيور. الوصفه دي انا بعملها للطيور بتاعتي، بس انا كل يوم بعمل لكم وصفه مختلفه. ان الناس اللي عايز يعمل اي وصفه من الوصفات بتاعتي غير مكلفه، ورجاء ابعدي عن العلف. لما هنحارب العلف، العلف هيرخص سعره، لكن طول ما انتوا بتجروا ورا العلف، العلف مش هيرخص ابدا. اتمنى ان انتوا تتابعوا قناتي وتشجعوني وتشتركوا فيها. وعندنا وصفات هايله بلاها علف وكلام من ده، هنعمل وصفات تحفه وعلف سايل في البيت باقل التكلفه. وبدل ما ترمي في الزباله، لا، اللي هترميه هتستخدميه. اتمنى بقى ان انتوا تشتركوا في قناتي وتشجعوني، واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.